طاب مساءكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من المساء اليمني. ونرحب مشاهدينا بضيفتنا في الاستوديو رئيسه مؤسسه فكره للحقوق والاعلام الاستاذه نبيله سعيد. اهلا بكم استاذه نبيله. عن تعز، المدينه المعزوله، المدينه التي تعيش مقاومه بوسائل النقل البدائيه نتيجه الحصار المضروب على منافذها من قبل الميليشيا منذ اشهر عده. لماذا خفتت أصوات التحرير عن هذه المدينة، وخصوصا خلال الفترة التي بدأت منذ منتصف نوفمبر الماضي حينها انطلقت ما تعرف بعملية نصر الحالمة؟ طيلة الفترة السابقة جرى الحديث عن تحرير تعز على مستوى القيادة الشرعية للبلاد أو قوات التحالف العربي من جهة، أو المقاومة من داخل مدينة تعز. هل حقا أصبحت تعز مرحلة استنزاف للميليشيا على حساب أبنائها؟ وما هو مصير هذه المدينة أمام الحصار الذي أصبح أكبر من الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي كما يقال؟ فما يحدث تجاوز معادلة النصر والهزيمة في لغة المعارك إلى حرب حاقدة انتقامية، فلا علاقة للبارود والرصاص بالقمح والماء والدواء، ولا ميدانا مشتركا بينهما إلا نية تحالف الحوثي وصالح إذلال أبناء هذه المدينة كما يتفق الجميع حول ذلك. ناهيكم عن نهب الإغاثة المخصصة من برنامج الغذاء وغيره من الجهات لميدانية تعز التي تتم مصادرتها من قبل عناصر الميليشيا والمخلوع. مشاهدينا، لمراجعة كل ذلك ومن أجل الوقوف على آخر تطورات الأحداث في الصعيدين الإنساني والعسكري في تعز، سيكون نقاش حلقتنا لهذا المساء. ولكن قبل البدء فيه نتابع وإياكم هذا التقرير. مسيرة أخرى من مسيرات الحياة التي عرف بها أبناء تعز، لكن هذه المرة إلى مدينتهم المحاصرة. يتلاشى كل شيء لتبقى هذه الصورة محفورة في وجدان اليمنيين عن فترة عصيبة تعكس وجها من حكم الميليشيا التي حالت دون دخول الغذاء والدواء، ولانت هذه الجبال لهم لتؤكد بقاءهم على الأرض. منذ الحصار الخانق الذي فرضته ميليشيا الحوثي وصالح على منافذ المدينة، ومنذ إعلانها محافظة منكوبة، لجأ أبناء المدينة إلى وسائل النقل التقليدية عبر الجبال لتوفير القوت الضروري لسكانها. يحملون تعز على ظهورهم، يقومون بتهريب الحياة خلسة عن أعين السراق وقطاع الطرق من ميليشيات امتهنت القتل وأسرفته بحق هذه المدينة. تهريب الماء والغذاء والدواء إلى تعز هو مشكلة كبيرة يعاني منها السكان، لكنها ليست أكبر المشاكل، فالقصف يطال المدينة ويأكل أبناءها ويدمر منازلهم كل يوم. تعز التي وقفت بمنتصف الوطن في الهوية والجغرافيا فكانت وسطية في كل شيء إلا في الانتماء لكرامتها. منظمات عدة تحدثت عن منع الحوثيين إيصال إمدادات طبية وإغاثية إلى المناطق المحاصرة بتعز. يتساءل البعض عن سبب خفوت الأصوات المتحدثة أو المطالبة بتحرير تعز، وعن سبب تغافل العالم عن الموت المطبق على هذه المدينة، خصوصا مع انتقال المعارك إلى أرياف تعز وصولا إلى مديرية التربة التي طالتها مؤخرا صواريخ الميليشيا. ورغم الجهود السياسية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة اليمنية في إطاره الأممي، إلا أن الرهانات كلها تظل معقودة بفك الحصار عن تعز، وهو ما ترفضه الميليشيا. إذن شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير. أستاذة نبيلة، انتشرت صور الحمير والجمال وهي تهرب الأدوية وأبسط مقومات الغذاء لمدينة تعز، ما تعليقك حول هذه الصورة؟ حقيقة صورة موجعة حقيقة، يعني لا ربما موجعة لأي إنسان ليس له يعني خارج تعز، لكن تعز يمثل هذا بالنسبة لها مشهد بطولي حقيقة. يعني تعز لا زالت حتى هذه اللحظة صامدة وتسطر أروع صور المقاومة والثبات، وحتى تنتهي هذه الحرب الشنعاء على تعز تحديدا، على مضامين تعز، على أبناء وماء وهواء وغذاء تعز. الحقيقة يعني هذه الذاكرة، يعني هذه المسيرة الآن مسيرة مختلفة نوعا ما عن مسيرة الحياة التي صفتها
رجال ونساء تعز للذهاب إلى صنعاء في حينها في 2011 حتى يطالبوا بدولة مدنية حديثة. الآن نفس المطالبة لكن المسيرة بالعكس هي إلى داخل تعز لإنقاذ تعز من الموت المحقق الذي يشهد أمام العالم، يعني يشهد أمام قوى التحالف، يشهد أمام من صنعوا هذا الحصار ومن يشرفوا ويبرمجوا هذا الحصار داخل مدينة تعز، وأمام أيضا مرأة ومسمع المنظمات الدولية والمنظمات التي تنادي وتستند إلى قوانين ودساتير حقوق الإنسان وتنظر إلى تعز في هامش غريب يعني إلى اللحظة هذه يعني. يعني طيب بالحديث عن الوضع العالمي، يعني بيان الختام المشاورات الأخيرة في بيال ذكر أنه تم اتفاق على فك حصار تعز كتوطئة للمفاوضات القادمة، وتحدث وزير الخارجية ورئيس وفد المفاوضات بأنه لن تحدث هناك مشاورات جديدة في حال لم يتم فك الحصار، لكن إلى الآن لم يتم فك الحصار، كيف تقرأين؟ لم يتم فك الحصار من أي محاولة سواء كانت اتفاقية أو لا مفاوضات في جنيف الأولى أو الثانية، لم يتم أثناءها ولا قبلها ولا بعدها إلى هذه اللحظة أي نوايا حسنة وصادقة لفك الحصار عن تعز. هذا ابتداء. أول ما تبدأ المفاوضات نعرف أن هناك عدد من الضحايا ستسقط في تعز، عدد من الأطفال سينتهوا في لحظات، يعني عدد من الدبابات ستتحرك باتجاه المساكن المنازل السكنية للبيئة الآمنة. نفهم تماما أن أي لغة للحوار أو الاتفاق هي معناها أن تقتل تعز بطريقة أو بأخرى. حاليا الآن هذا ما يحدث، أي إبرام لاتفاق أو أي دعوة لاتفاق أو مفاوضة معناه هناك هجوم بربري شرس من قبل الميليشيات وعلي عبد الله صالح الذي يقود لإنهاء الحياة داخل مدينة تعز حتى هذه اللحظة. طيب إذا ما يعني تحدثنا عن المنظمات المجتمع الدولي وكثير من التقارير الحقوقية يعني تتحدث وتسوق هذه الجرائم التي يقوم بها الحوثيون على أنها جرائم يقوم بها التحالف العربي، أنا أراهن أن حتى هذه اللحظة هل هناك تقرير دولي لمنظمات مجتمع مدني دعت من خمسينيات يعني من خمسينيات القرن حتى هذه اللحظة تقرير واحد يتحدث عن مأساة تعز، تقرير واحد يتحدث عن الوضع الإنساني الحرج الذي يصادر فيه الهواء ويصادر فيه الغذاء ويصادر فيه الدواء ويصادر فيه الماء، أربع مقومات من مقومات بقاء الإنسان على قيد الحياة غير موجودة. لا يوجد تقرير لا رقمي ولا إحصائي ولا وصفي حول الوضع الإنساني الحرج داخل تعز تحديدا، باعتبارها حتى تصريح الحكومة الذي تغني به دائما لم يحدث أي تحرك حقيقي وواقعي على أرض الواقع في تعز. لا زالت المستشفيات تنادي، لا زال الناس ينادوا، حتى لحظات عرقلت 31 ناقلة لإسطوانات الأكسجين تم عرقلتها من قبل ميليشيات الحوثي والعالم كله ساكت، قيادة التحالف ساكتة. لماذا لم تعمل شيء قيادة التحالف حتى هذه اللحظة؟ لماذا لم تحسم قرارها في الإفراج أو فك الحصار عن تعز؟ هذه الأسئلة توجه إلى قيادة التحالف، توجه إلى عبد ربه منصور هادي وحكومة عبد ربه منصور هادي، توجه إلى العالم، توجه إلى كل منظمات المجتمع المدني التي لا زالت تنظر بس بعين بنص عين، العين الثانية مشغولة. يعني هذه الأشياء كلها، هذه الأوراق لازم تقدم كجرائم ترتكب لكل الصامتين عن الوضع الإنساني في تعز. طيب اسمحي لي أستاذة نبيلة أن تبقي معنا، يعني بالأكيد ستبقي معنا، لكن سينضم إلينا الآن المنسق العام للمنظمات الأهلية والدولية بعدن الأستاذ أحمد الوالي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيكم، أولا كل شكر لقناة بلقيس. حياكم الله أستاذ أحمد. الحمد لله أن عمل خلال 3 أشهر الماضية على إرسال العديد من المساعدات التي تعد من سلاف غذائية من إيواء من دواء. أستاذ أحمد كنت سأسألك، نعم، عن كونك مندوب المنظمات الأهلية والإقليمية والدولية في عدن، ما هو دوركم في إغاثة تعز؟ والله كان لنا دور، والأخوان في تعز يعتقد أن المسؤول أجتني عدة منظمات من ضمنها لجنة الطوارئ المجانية، إتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، سجل الأمل، وكثير من النشطاء ومن المؤسسات، ودعمناهم بكل الوسائل سواء بالسلات الغذائية أكثر من 30,000 سلة، وبالنسبة للأدوية على استمرار تم إرسالها، وفي الأمس والقريب العاجل حتى في الأكسجين 50 دب أسطوانة من الهلال الإماراتي، وأمس تحمل 122 أسطوانة، وما زلنا نرسل، وأي طلب للأسطوانة الأسطوانات عندهم فاضي من الأكسجين، أنا على استعداد تام. بالأدوية أرسلنا العديد إلى مختلف
اللي ما قدرنا احنا نوفره رغم انه احنا عملنا محدود وليس بالقوه حتى في منظمه دوليه في عدد التي لم تستطع ان تصل سلمتنا زي الصحه العالميه دبليو اتش او في 400 اسره وصلنا الى راس العاره عبر الاي ام ثلاث ايام مساعدات في بعض المنظمات اللي تصل هنا وهناك في 220 طن من جنوب افريقيا وصلت ونقوم بارسال اسره 500 الى الوازعيه و500 طن بتصل ان شاء الله بكره الى ذباب الهلال الكويتي الشاكرين لجهودهم بالماء السلو من سلات غذائيه و17 مليون لتر ماء الهجره الدوليه يوميا توزع 24000 لتر يوميا في داخل تعز مع منظمه من شباب المنظمات المدنيه التقينا بالكثير من هنا ونظمنا العمل استقبلنا اكثر من 100 جريح ووزعناهم على المستشفيات وتعاملنا معهم والاخوان كلهم بتعز يعرفوا ما قمنا فيه من دور تجاههم. نعم استاذ احمد يعني هل استطعتم ايصال هذه المواد الى داخل تعز وكسر الحصار المفروض؟ نعم. متى تم ذلك؟ وعندنا بالتوثيق. والله في الفترات الماضيه من احتوال لجنه الطوارئ الميدانيه عبر الشباب اللي كان فيها بسام والدكتور مروان ومجموعه من الشباب اللي عملوا كمان عن طريق هذه المسابقه اللي شهد الان في القمم في الجبال اللي كان يقطعوا فيه حق الجبال هذا الخط اللي هو حق الحمير وهذا. وعندنا توثيق نفس الخلف لا تخلف وصلنا على تواصل من داخل تعز. ايضا نحن نعرف ان تعز مهما كان اللي استروحنا هو لا يساوي شيء مقارنه بما هو تعانيه مدينه تعز. طيب استاذ احمد الى من سلمت هذه المساعدات بداخل مدينه تعز؟ في من استلم اصلا من قبل فترات اول حاجه كان بدايتنا هو لما سمعنا موضوع الكلى ارسلنا حق تقتيل الكلى. وتم الاستلام من الدكتور فهمي في مستشفى الثوره داخل تعز. تمام. وارسلنا بحق الجراحه وحق هذا ارسلت ايضا الى مجلس الاسناد العسكري في النشمه ارسلنا الى التربه مستشفى خليفه بن زايد ارسلنا وكان الدكتور الخط الاطول متعاون جدا وفتح المستودعات كلها وكنا نعطي حتى من احتياط عدن الى تعز. منظمات المجتمع المدني سلمت بعض المواد وارسلت وكنت على تواصل مع الاستاذ عبد الرغيب فتح الاسودي رئيس اللجنه الاغاثه وعلى تواصل يوميا معه ومع اللجنه العليا للاغاثه ايضا في تواصل دائما مع المنظمات الدوليه في عدن في تواصل مع الاستاذ عبد الله نعمان مع الدكتور ياسين قباطي مع كل العاملين في تعز وهنا حاولنا اللهم انا انصح الاخوان في تعز. نعم طيب اللجنه الطبيه تستلم منا المواد ويتم باستمرار اليات تجيها على كل المستشفيات المحيطه حتى الان لانه بنصل الى لما يكون العمل غير منظم في تعز يستلم هنا ويجي هنا نخاف احنا ان تروح في اي ارساليه في مكان. طيب اسمح لي ان تبقى معنا استاذ احمد الوالي يعني وكان حديثك اكثر عن المساعدات الدوائيه تحديدا ينضم الينا رئيس ائتلاف الاغاثه الانسانيه من تعز الاستاذ عبد الكريم شمسان اهلا بك استاذ عبد الكريم. اهلا وسهلا بك اخي وبضيفك الاستاذ احمد وجميع المشاهدين. حياكم الله استاذ عبد الكريم انتم سمعتم كلام الاستاذ احمد هل فعلا وصلت هذه المساعدات الى داخل المدينه وتم استلامها من قبل الجهات التي تحدث عنها الاستاذ احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اقولها بصراحه هي فعلا ربما توصل بعض الحاجات التي هي من عدم بالذات في الطريق العام الذي نعتبره عدم طور الباحه التربه ثم تعز. لكن اغلب المعونات التي تصل حتى وان كانت دوائيه ما زالت في منطقه النشمه يعني مكدسه هناك في بعض المخازن. نحن في ائتلاف الاغاثه الانسانيه ما زال عندنا هناك حوالي 1000 غسله للكلى لم تدخل لها اكثر من اسبوعين في منطقه النشمه. وما يتحدث عنه الاستاذ احمد حقيقه هو يصل لكن بطريقه بسيطه جدا عن طريق حمل الناس يحملوه بجانب شخصي يعني. طيب اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ أحمد الوالي. أستاذ أحمد في الأيام المقبلة ما هي المواد التي ستقومون بإرسالها خلال الأيام القادمة أقصد وكيف سيتم إيصالها؟ هل هي يعني ستكون مثلا بكميات أكبر بطرق غير هذه الطرق الصعبة للوصول والمنهكة حتى للذين يحاولون إيصالها إلى داخل المدينة؟ أستاذي العزيز أنا قد حصلت المناطق المشتعلة عندما كان الحوثيين في عدن وكنا ندخل المناطق المشتعلة وعندنا تجربة كيف نوصل إلى مناطق الاشتعال. لا يجب أن نستسلم، هناك ناس ينتظروا منا مساعدة يجب بشتى الوسائل أن نعمل. أنا الأخوة في ائتلاف الاغاثة أنا أشكرهم الدكتور سعيد العامري معي هنا موجود في عدن بكرة برسل 500 سلة إلى منطقة ذباب. أرسلنا قبل يومين إلى منطقة الوازعية للائتلاف الاغاثة الإنسانية.
ثلاثة الإغاثة الإنسانية، تابع نشاط ومتابع كل المنظمات، وصلني أكثر من منظمات المجتمع المدني ومن ناشطين ومن ناس، وقلت لهم يجب أن ننظم العمل في هناك مساعدات من جنوب أفريقيا 220 طن مواد غذائية ما زالت معانا هنا موجودة في بعض. أنا حاول في قافلة دولية على أنها بتسجل أتعز، أنا نصحت الأخوة في القافلة الدولية وبدأت أسحب حق المواد الطبية اللي حق اللقاحات، وصلت إلى مستشفى النجمة عبر الدكتور هشام من مجلس الإسناد العسكري، وعطينا كمان ايضا من متطلبات حق الجراحه وبعض الادوات، وعطينا كمان شحنه من الدكتور ياسين قباطي من جنوب افريقيا ادويه. هذه رحلت قبل خمس ايام. اليوم احنا بنعمل، امس كان 120 اسطوانه اوكسجين، وكل يوم ما نلاقي من منظمات او من مساعدات كمان حق ايواء. ايضا لا ننسى الاخوان اللي في تعز، المناطق الان في البرد الشديد، المناطق المحيطه في تعز فهي بحاجه، كل تعز محتاجه سواء خارج تعز او داخل تعز. لذلك احنا في الاماكن اللي نقدر نوصل لها نوصل لها، واللي ما نوصل لها كذا. حتى انا اشتركت على بعض الاخوان المنظمات الدوليه، انا على تواصل معهم انه سلمونا في خط امد، احنا بنقدر نوصل، وبدل ما تجيب عندهم اشياء في مستودعاتكم، ربما تتلف هذه المواد، ربما تنتهي، ربما ما تلاقيش حاجه. الالف اللي ذكر عليها الاستاذ عبد الكريم شمسان، هذه ارسلتها هي للمستشفى العسكري الى تعز، الالف الغسله هذه حق تمام. يتابع أنا أنه قد وصلت يمكن غسلات أعتقد شحنتين للمستشفى الثورة أعتقد عن طريق مارب أو ما حد، ما توصلنا الأخبار من تعز. كنت على تواصل مع الدكتور سنة دراوح، مع الدكتورة إيلا من داخل تعز، من القاهرة، من بعض المناطق. نعم 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 أستاذ أحمد، شيء أفضل من الظل ساكت. إذن نحن سنتابع جهودكم الإنسانية أستاذ أحمد في إيصال المساعدات الغذائية. كنت معنا إذن المنسق العام للمنظمات الأهلية والدولية بعدن، شكرا جزيلا لك أحمد الوالي. أعود إلى الأستاذ عبد الكريم شمسان. أستاذ عبد الكريم، أليس هناك طريق آخر لإيصال المساعدات إلى داخل تعز غير طريق النشمة؟ ليس هناك مثلا طريق عبر المصراخ مثلا؟ طبعا هي الحمد لله كما ذكر الاستاذ احمد الوالي ان الشباب تعز وابناء تعز حقيقه يستسلموا ولا يستسلموا مهما كانت ظروفهم باستطاعتهم ان يوصلوا المواد الغذائيه سواء العلاجيه والغذائيه الى محافظه تعز. وهذا ربما التربه هي تصل الى منطقه ما يسمى نبت القصين، ثم تتجه الى مشكلة حدنان وتنزل إلى محافظة أو عاصمة المحافظة في القاهرة التي هي عاصمة محافظة تعز يعني حقيقة. لكن في طرق أخرى هناك باستطاعة الناس أنهم ممكن يغسلوا بعض الجمعيات العاملة في الميدان ويعطونها فلوس وهي تقوم بشراء بعض المواد من الداخل، كما أن هناك طرق أخرى مثلا قضية الغاز، هذا غاز الأكسجين، باستطاعة إحدى المنظمات أن تمنح إحدى المنظمات العاملة في الداخل مبالغ مثلا وتقوم بعملية إنتاج هذا الغاز الأكسجين داخليا بدلا من قضية استيراده من الخارج. يعني في هناك حلول أكثر من حل، لو أن المنظمات الدولية سعت لحل مشاكل محافظة تعز. إذن شكرا لك رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز الأستاذ عبد الكريم شمسان. أعود إلى الأستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، يعني سمعنا كلام الضيفين، هناك بعض المساعدات التي تصل لكن طريقة وصولها هي طريقة يعني صعبة جدا بالوصول، وتصل يعني كما يقال بالقطارة. هل تكفي هذه المساعدات لإنعاش المدينة، لسعادة المدينة، لعافيتها؟ أولا ممكن نقول أنه ليس لتعز إلا رجالها ونسائها وشبابها، يعني لابد تعز أن ينتفض من أهلها من يتبنون المبادرات الحقيقية لإخراج الغذاء إلى المناطق اللي هي محاصرة بشكل كبير جدا، خاصة في المناطق اللي لا زالت الدبابات تسلط رصاصها على البيوت. فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية، ذكرت أرقام كثيرة، يعني أنا قبل يومين سمعت 125 ألف سلة غذائية تصل يعني في طريقها إلى تعز. هذه المساعدات كلها ممكن ما نشيش نقول إنها قليلة، لكن هي أمام الكارثة الإنسانية هي لا شيء، يعني هي بالمقارنة بالضبط. يعني فهذه المساعدات في طريقها، أين المنظمات الدولية الحريصة على الإنسان في تعز من لجان المراقبة؟ أين لجان؟ لم أسمع أو لم يتسنى لي أن أسمع هناك لجان تراقب دخول المساعدات الإنسانية أو تقف على المنافذ حتى تحقق لماذا لم تدخل هذه المساعدات، أو ما الذي يمنع هذه المساعدات من الدخول؟ برغم أن يعني المعنى المفهوم والبسيط الذي ممكن يستوعب أي إنسان أنه هناك جريمة، يعني جريمة مباشرة لقتل أبناء تعز. طيب يعني هل هناك يعني
عدم قدرة من قبل الصحفيين بداخل يعني بشكل عام يعني الذين يشهدون هذا الحصار الذي تقوم به الميليشيا على تعز بشرح معاناة الناس إلى العلم، لأننا نحن نلاحظ الكثير من الصحفيين الذين يقومون باستغلال الصور التي تنشر حول معاناة أهالي تعز ويعتبرونها كأنها يعني ينشرون على أنها حصار السعودية، وهؤلاء أبناء اليمن المساكين الذين يعني ليس أبناء تعز، أبناء اليمن الذين يعني يشهدون هذا الظلم من قبل الحصار السعودي. هذا ما هو دور يعني الصحفيين؟ أيوة بالضبط، هذا ما هناك نقطة أخرى يعني إلى جانب الحصار منع الغذاء والهواء والدواء أن يدخل إلى تعز، هناك حصار مختلف تماما اللي هو الوضع الإعلامي المتردي الذي أخذ من زاوية أخرى تماما. يعني لنقل إيران الآن يعني تضخ ملايين الدولارات من أجل أن يشتغل على الجانب الإعلامي بشكل كبير جدا، وتحول المسألة باتجاه أن هناك عدوان سعودي هو الذي يسبب يعني الوضع الكارثي، هو بسبب ما يسمى العدوان السعودي على مدينة تعز، ولا يسمى أن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح هي التي تسببت في دخول تعز إلى هذه الحالة الإنسانية الحرية. طيب يعني لعل المخرج يظهر لنا بعض الصور التي يعني انتشرت عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر التي كانت تشير إلى بعض الصحفيين الذين يستغلون هذه نعم هذا أحد الصحفيين الذين يعني يعتبرون أن ميليشيا الحوثي كائن يعني لا يقوم بإيذاء أحد، ويقول على أن السعودية هي من تقوم بعمل انتهاكات لقوانين الأمم المتحدة. كيف يمكن التعليق على مثل هكذا أمر؟ لنقل مثلا أين هم من السماح للمساعدة الإنسانية من الدخول؟ لماذا يقفون في المنافذ؟ إذا افترضنا جدلا أن هناك عدوان، يعني لماذا لا يسمح للمساعدة الإنسانية؟ لماذا يعرقلون أي مساعدة إنسانية تدخل إلى تعز؟ يعني أين هم في هذه المساءلة؟ هم الآن يترصدون كل محاولات الإغاثة الإنسانية لمنافذ تعز، هم الآن يقتلون، هناك من يترصد المساعدة الإنسانية وهناك من يقتل داخل تعز، وهناك من يصادر الأرواح داخل تعز، وهناك من يصر على قتل أبناء تعز كل ثانية. حتى إذا جرت مفاوضات في أي منطقة من المناطق خارج اليمن، هناك من يصر على قتل الأحرار في تعز. طيب يعني الموقف الأخلاقي مثل هكذا صحفيين، محاولة بشكل عام بقية الصحفيين لمحاولة إظهار قيام دور المنظمات المجتمع المدني سواء العاملة بداخل البلاد أو العاملة بخارجها لإيضاح الصورة للمجتمع العام، ماذا تقوم به منظمات المجتمع المدني بشكل عام؟ ممكن نسميها هناك انسلاخ حقيقي من المساءلة، أو هناك انسلاخ حقيقي من المهنية والشرف المهني الأخلاقي للصحفيين الذين لا زالوا يناضلون في الظلام من أجل إظهار صورة سوداوية، أو الانسلاخ من المهمة الإنسانية المفترض أن تكون لتعز ولأبناء تعز. هذا جانب. الجانب الثاني ربما إذا يعني أكيد أن تعز ستنتصر، وأكيد أن تعز ستخرج بإذن الله تعالى منتصرة، سيبقى هناك مسؤولية كبيرة جدا على كل المنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج التي تخلت عن تعز في هذه الفترة أو في هذه اللحظات. ستكون هناك جرائم مباشرة ارتكبتها كل المنظمات التي صمتت عن تقرير واحد لما يحدث داخل تعز. هذه كلها ستدخل في دائرة المساءلة القانونية والمساءلة الحقوقية والمساءلة الإنسانية. لماذا صمتت؟ لم نسمع عن تقرير، أين التقارير الإنسانية التي تتحدث عن تعز؟ لماذا لا تنتفض كل هذه المنظمات سواء كانت في الداخل أو الخارج؟ لماذا لا ينتفض مجلس الأمن؟ لماذا لا يجتمع اجتماع طارئ لإنقاذ هذه المدينة؟ طيب التي تصنف الآن أكبر مدينة الآن تحاصر على مستوى العالم؟ ما هو التبرير المنطقي لمثل هكذا تصرفات أو هكذا سكوت؟ ما يعني ما هو السبب الذي يمكن إدراجه منطقيا بعيدا عن نظرية أن هؤلاء فعلا يدعون؟ أنا طبعا لا أقر أن هناك شيء منطقي حقيقة، يعني لأنه لو كان في المنطق يقول أنك مع الإنسان، هذا المنطق يقول أننا مع الإنسان أيا كان هذا الإنسان. تعز تموت بأبنائها وشعبها ورجالها ونسائها، والمجتمع المدني صامت وهو يشتغل على حقوق الإنسان. لا يوجد غير أن هناك سياسة بشعة تدار من وراء الكواليس تريد لتعز أن تبقى في هذا الوضع. طيب سنكمل نقاشنا أستاذة نبيلة، لكن قبل ذلك نتجه إلى فاصل قصير، ابقوا معنا مشاهدينا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام للحديث عن الوضع الإنساني والوضع بشكل عام في مدينة تعز. أستاذة نبيلة، ما تقييمك لدور المنظمات الإغاثية في دول الخليج تحديدا حول إيصال المساعدات الإنسانية لمدينة تعز؟ نحن نسمع حقيقة عن كثير من المساعدات الإنسانية، عن نوايا حسنة في أنه تكون هناك مساعدات إغاثية سريعة، بعضها ما زال قيد التخطيط والترتيب والتنسيق، وبعضها يعبر وبعضها لا يعبر، وهناك اتفاقيات ما بين الميليشيات في الأطراف لفك الحصار ودخول بعض المساعدات البسيطة جدا تتم بالتنسيق مع بعض الميليشيات التي ربما تسمح يعني. لكن كل هذه المساعدات لماذا لا تنظم بشكل قوي جدا بحيث تؤتى ثمارها بشكل أكبر وشكل واضح وشكل يخدم الجانب الإنساني في تعز؟ كلها عبارة عن يعني اسمح لي ممكن أسميها فتات يعني أمام الوضع الحالة الإنسانية المتدهورة على مدار الوقت، على مدار الدقيقة ممكن تحصد أرواح، يعني مثلا الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، أكبر مدينة تعاني من الفشل الكلوي هي تعز، ورغم ذلك لا يوجد فيها إلا 10 مستشفيات شغالة، المستشفى الوحيد الذي يعمل الآن يعمل بإمكانيات بسيطة جدا جدا. طيب أستاذة نبيلة، يعني إذا ما يعني جئنا إلى المؤتمر العالمي لإغاثة اليمن الذي أقيم في إسطنبول، جمع مبالغ كبيرة لصالح إغاثة اليمن، ما مصير هذه المنح يعني اليمنيين من هذه المنح، وما مصير يعني ما نصيب أهالي تعز منها تحديدا؟ أنا كنت حاضرة في هذا المؤتمر، هذا المؤتمر جمع 196 ألف دولار، هذا المبلغ 99.9 منه تعهدات لا زالت بأيدي الذين تعهدوا بإغاثة تعز. الجمعية اليمنية للإغاثة والتنمية في تركيا تناضل حتى هذه اللحظة من أجل استخراج هذه التعهدات من أيدي الناس المتبرعين والمتعهدين بها حتى إيصالها إلى محافظة تعز. بعض جزء بسيط منها لا يتجاوز 15% وصل إلى تعز، والبعض الآخر لا زال في أيدي المتعهدين، يحاولهم بطريقة أو بأخرى. بعضهم يتحدث بأنه تم التنسيق مع جمعيات ومؤسسات ومنظمات في الداخل، وتم التنسيق معها وتم الإغاثة بشكل مباشر يعني. نعم، يعني أليس من المفترض أن تكون هناك يعني وجهة موحدة لتنسق هذه الأمور؟ بالضبط، نحن لا نتكلم فقط عن تركيا، نحن نريد وجهة منظمة بشكل عام دوليا على مستوى العالم. يعني تعز الآن تهز العالم بكله، يعني احنا المفترض احنا نشتغل شغل مؤسسي، يعني كل المنظمات الإغاثية والجمعيات والمؤسسات التي يهمها الوضع الإنساني في تعز أن تلتحم بجهود إغاثية واحدة وموحدة لأجل فك الحصار عن تعز. طيب هل هناك خطوات ملموسة على الأرض لعمل ذلك؟ يعني هناك مثلا اللقاء التشاوري في مركز الملك سلمان سيعقد قريبا، هذا اللقاء التشاوري لكيفية يعني فك التعهدات هذه وأن ترى الواقع في أقرب وقت ممكن. هذه محاولة، في هناك محاولات هنا وهنا نسمع عنها، هناك محاولات الآن يعني غير مؤكدة، أنه مسألة تعز هي مسألة وقت بسيط جدا، وسيرتفع الحصار وستدخل المساعدات وسيبدأ الإعمار هذه الأشياء كلها وكلها تعهدات، كلها يعني هذه من أحد المبررات التي توضح من قبل المتعهدين. بالضبط، أيوة بالضبط. طيب هل هذه يعني ممكن اعتبارها تعهد أو مبررات معقولة في سياق الوضع الحالي بالنظر إلى صورة شاملة؟ أي مبرر دون الإغاثة يعتبر مبرر غير مسؤول، المفترض أن تكون الإغاثة لها خط مختلف تماما عن أي خط آخر. الإغاثة لا تعرف وقت أو تعرف لا زمن الآن، لأن تأخير الإغاثة معناه تأخير الإمداد الإغاثي عن إنسان يواجه الموت مباشرة في تعز. تأخر الإمدادات الغذائية أو تأخر الإمدادات الطبية أو تأخر الإمدادات يعني على مستوى الماء أو الحفاظ على الإنسان في تعز، ومعناها أنه على مدار الوقت أنا أخسر إنسان داخل تعز. طيب ينضم إلينا الآن أستاذة نبيلة العميد سمير الحاج، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني. أهلا بك سيادة العميد. أخي العزيز، شكرا لك ولضيفتك الكريمة. حياكم الله سيادة العميد. هناك يعني سيادة العميد تساؤلات حول أسباب هفوت الصوت العسكري نحو تحرير مدينة تعز من قبل الحكومة والتحالف. يعني نحن سمعنا منذ فترة، منذ منتصف نوفمبر الماضي تقريبا، حول عملية نصر الحانمة، لكن إلى الآن تستمر معاناة أهالي تعز، لماذا يحدث ذلك؟
شكرا لك أخي الكريم. الحقيقة لم يخفت ولم تنتهي معركة تعز، ربما يعني ينظر للناس لتقدم بعض الجبهات سواء في الجوف أو في حوض صنعاء أو في معبر حرض البري على أنها ربما خفوت لمعركة تعز. تعز معركتها لا زالت قائمة، إعدادها قائم، ربما حصل نوع من التأخير في بعض النقاط والجبهات، لكنني دعني أؤكد لك بأن تعز أستطيع أن أسميها ربما هي أم المعارك حقيقة في اليمن بشكل عام. طيب يعني ألم يستطيع الجيش الوطني بمعاونة التحالف العربي أو إسناده وكذلك المقاومة الشعبية من تأمين منفذ واحد يؤمن الغذاء إلى داخل المدينة؟ هذا حديث صحيح، ولكنني دعني أؤكد لك بأن كما أسلفت ضيفتك الكريمة الرغبة الجامحة لدى المخلوع والميليشيات في تأديب الحقيقة ويعني امتهان أبناء تعز ومحاولة قتلهم البطيء واستعانتهم بعض أزلامهم الحقيقة الذين باعوا أهلهم وأسرهم وبيوتهم بمقابل فتات من هؤلاء، هي التي ربما جعلت المعاناة أكبر والضغط أكبر وأيضا معاناة القوات المسلحة والمقاومة أكبر. ولكني لا يعني أنا مع أن الجيش والمقاومة وأبناء تعز كما أسلفت سيكون لهم بإذن الله تعالى قول آخر. ارتفعت المعاناة، استمرت أطول، لكن نصرها سيكون بإذن الله بقدر هذه المعاناة الكبيرة. طيب هل من الممكن يعني تبشير المواطنين بفتح ممرات آمنة خلال الأيام القادمة من قبل الجيش الوطني لإيصال المساعدات وحتى يعني لتحسين أو محاولة ضخ الحياة وإعادة الحياة بشكل أكبر للمدينة؟ دعني أولا لا أحدد موعد محدد، لكن المعطيات التي لدي أنا كناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تشير إلى أن هناك إعداد كبير لفتح هذا الممر وبالقوة العسكرية بإذن الله تعالى، طبعا بالاستعانة بإخواننا بالتحالف وبترابط كبير الحمد لله بين المقاومة الشعبية وأفراد القوات المسلحة سواء الموجودون في الداخل أو من يتم تعدادهم وتجهيزهم خلال الأيام القادمة. طيب هل هناك أي تحركات عسكرية قائمة من قبل الجيش الوطني، خصوصا يعني نحن نشهد محاولات لتفجير الوضع في أرياف مدينة تعز؟ أنا أؤكد لك أولا أن الجيش الوطني الموجود في محافظة تعز ربما لا يمثل الكثير من حيث الآليات والمعدات العسكرية، لكن تظل عزائمهم وقوة إرادتهم ربما هي العامل الأكبر والذي بإذن الله تعالى سيفضي إلى نتائج إيجابية بإذن الله. أنا أقول أنه تعز تدفع ثمن غالي ولا زال إلى اليوم الميليشيات الانقلابية المخلوع والحوثيين يؤكدون على ضرورة حصار هذه المدينة ويعبثون حتى بالرسائل التي توجه إلى الأمم المتحدة وإلى الجهات الإنسانية بمعلومات غريبة. أنا كنت في القريب في ربما مشارك في المحادثات في جنيف وكان تعطى معلومات مغلوطة تماما يعني عن محافظة تعز وبأن المعونات تصل لأبناء تعز، وكنا نؤكد لهم بأننا من أبناء هذه المدينة وأننا نعرفها بالشبر وليس بالمتر، ونقول لهم أنها لم تصل، لكن هناك الحقيقة عبث وهناك ربما يعني بعض التغاذي من المنظمات الإنسانية على الأرض التي لا ترفع تقارير حقيقية عما يدور في قلب تعز وفي قلب المدينة على وجه الخصوص. طيب سيادة العميد، يعني نحن بالأمس أو يعني بالأمس القريب شهدنا قصفا ميليشياويا على مدينة التربة بخمسة صواريخ كاتيوشا، هذه المحاولة لإدخال أرياف تعز بشكل أكبر في المعركة، هل ستحتويها قوات الجيش الوطني؟ طبعا هذا الكلام كان له مقدمة ربما قبل شهر، لعلكم تابعتم اجتماع بعض قيادات الميليشيات ببعض الشخصيات الحقيقة التي باعت أعتقد باعت هويتها تماما لهذه الميليشيات ويريدون تحريك هذه المناطق لتخفيف ضغط الجبهات الرئيسية في المحافظة اللي بدأت تتقدم في الجهة الغربية وفي تعبات وفي الستين وفي كلابة وفي هذه المناطق، بغية جر الجيش الوطني والمقاومة إلى معارك فرعية. لكن دعني أطمنك أن مصادر النيران حتى التي ضربت على التربة بالأمس دمرت وربما يعاودون القصف مرة أخرى، لكن نحن نتنبه لمثل هذه الأساليب في إدارة الصراع لجرنا إلى
مناطق بعيدة عن قلب الحدث. طيب، هناك حديث عن وجود مراكز تدريبية لأفراد من الجيش الوطني والمقاومة في بعض المواقع في مديرية التربة. ألم يتم تأمين هذه المناطق بحيث في حال ضرب الحوثيون صواريخ تستهدفها يعني تؤمن ولا يستفيدون من ذلك؟ على أي حال، دعني أؤكد لك بأنها من حيث المبدأ هي مؤمنة، وإذا ما وصلت إليها هذه الصواريخ من منطقة حيفان أو الدمنة أو المناطق القريبة، فهناك أيضا لدينا بدائل. سيتحرك الشباب والقيادات باتجاه أماكن بديلة أكثر أمنا إذا ما تعرض هذه المناطق لضرب مرة أخرى. طيب سيادة العميد، وإن أطلنا معك يعني بسؤال أخير، صرح وزير الخارجية رئيس الوفد التشاوري عبد الملك المخلافي أنه لا مشاورات قادمة قبل فك الحصار عن مدينة تعز. هل تتوقعون فعلا أن لن تتم أو أن ستقوم الحكومة بالالتزام بهذا الشرط لدخول المفاوضات؟ على أي حال، هذا الحديث تم أيضا ونحن لازلنا في جنيف، وربما أوصل هذه الرسالة الدكتور عبد الملك إلى الممثل الأمين العام وإلى أيضا إلى الطرف الآخر الانقلابيين وإلى جميع أعضاء بعثات الأمم المتحدة بأنه لا يمكن الحديث عن يعني حلول ما لم يفك حصار عن مليون إنسان يموتون كل يوم. وأصر على هذا، وأعتقد أن يعني الأمم المتحدة باتجاه أنه تأكيد محاولة إدخال المعونات إلى محافظة تعز مالا، فالأمور سيكون المصداقية يقولون على المحك لهذه المنظمات بشكل عام. طيب، هل تتوقعون حدوث ذلك قبل 14 من يناير القادم؟ أعتقد ما لم يتم من ذلك فسيكون ربما موعد المحادثة غير أكيد. إذن شكرا لك الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد سمير الحاج، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذة، سمعت كلام سيادة العميد، يعني هل يمكن التعويل على المشاورات القادمة في 14 يناير على أنها ستحسن الوضع الإنساني يعني في اليمن بشكل عام وفي تعز خصوصا؟ طبعا هم كانوا يعول كثير على مفاوضات جنيف رقم 2، يعني كان هناك نوع من البشارة وأنه ربما تخرج الأمور إلى خير، لكن استمرار المخفيين والمعتقلين في سجون الميليشيات وعلي عبد الله صالح أعطى مؤشر سلبي، أيضا بقاء الحصار على ما هو عليه أيضا أعطى مؤشر سلبي، منع دخول الإغاثة في ممراتها الآمنة أعطى مؤشر سلبي، هذه كلها بقائها على أرض الميدان بهذه الصورة معناها أن هناك فشل ذريع في أي مفاوضات أو اتفاقيات جارية أو سارية أو ستأتي. يعني الحل الآن هو أن يكون هناك حسم حقيقي من قوى التحالف بقرار واحد وواضح أن الحسم قادم لأبناء تعز ولفك الحصار. مفاوضات وراء مفاوضات معناها أن تعطي المهلة أو تعطي استراحة حرب جديدة مع ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح حتى يبدأوا من جديد يلتفوا ويلفوا أوراقهم ويبدأوا بيأخذوا نفس لقتل وتقتيل أبناء تعز. يعني ربما هنا نحن كلنا متأكدين أن تعز ستنتصر، بالتأكيد ستنتصر تعز، وسيعض أيادي الندم كل من شارك بالسكوت أو الصمت أو المداهنة أو عدم البقاء حتى في مربع المقاومة لأجل أبناء تعز. تعز بلا شك ستنتصر، لكن كل هذه المحاولات لن ينساها التاريخ وستظل في ذاكرة الأجيال، ستروى للأجيال القادمة أن هناك من أبناء تعز من باعوا ضمائرهم وباعوا ذممهم من أجل حفنة من التراب زائلة لا محالة. طيب، يعني كيف يمكن وسط يعني وجود هدن، الحديث عن هدن طبعا يعني كما شاهدنا الهدن هذه هشة، لكن كيف يمكن الحديث عن تخفيف معاناة الناس في تعز وفق هذه الأوضاع؟ الحديث عن تخفيف معاناة تعز كما قالها كثير من الناس، تعز الآن تصنع صورة بطولية عجيبة جدا لا ربما لا توجد حتى في المنطقة العربية. أبناء تعز الآن يتضافرون فيما بينهم ليوجدوا حلول لأنفسهم في بين مربع الحصار، يغيث بعضهم بعضا. أنت تشوف الصور أمامك، هذه صور من إغاثة الأسر لبعضها في الأرياف اليمنية في داخل محافظة تعز، في التربة مثلا الآن في البيت الواحد من 15 إلى 20 أسرة في بيت قروي بسيط، يعني بعضهم يفتح الحقول الصغيرة ولا المزارع الصغيرة ولا يستفيدوا من الآبار القريبة من 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 البيوت. وهذه الصورة البطولية والصورة النضالية حتى لا
تركع ولا تقف تعز عن المقاومة، وهذه هي تعز التي نعرفها، هي صاحبة الحرية في المقام الأول، وستظل على هذه الحرية وستناضل. أما مشاريع هدنة، ما هدنة، لم تعرف الهدنة منذ 9 أشهر تعز. طيب هل من السليم أن نتحدث عن تجنيب الأرياف في محافظة تعز المعركة حتى يعني مثلا تقوم بمحاولة دفع يعني إيصال المساعدات ومحاولة شق طرق بديلة إلى داخل أهل تعز، أم أن يعني المعركة معركة شاملة الآن؟ المعركة شاملة، يعني إذا تحدثنا على عبد الله صالح والميليشيات الحوثي، معركتهم مع تعز بأريافها معركة شاملة، هم يريدون أن يدخلوا كل عزلة، كل قرية، كل بيت في دائرة الانتقام، لأنها تنتمي إلى تعز، كل أرياف تعز تنتمي تعز، وبالتالي تدخل تحت في دائرة الانتقام. هذا جانب. الجانب الثاني، نحن الآن نناشد مناشدة إنسانية للإغاثة، لكن تعز وأبنائها يفهمون أنهم لابد أن يغيثوا بعضهم البعض، يعني هذه الرسالة هم يعلمون. هل سيكون من أبناء المدينة بأنفسهم إذن؟ أبناء تعز هم الآن يعلمون بشكل واضح أنهم يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم الإغاثية إلى أن يأتي الإغاثة وإلى أن تفتح الأماكن الآمنة، وهذه الأشياء التي لا زالت تأخذ وقتها وتأخذ مجراها. لكن هناك مسؤولية وطنية، مسؤولية حكومة، مسؤولية رئيس حكومة دولة، لا زال حتى هذه اللحظة هو الرئيس الشرعي، لابد تعز في عنقه وفي رقبته وفي رقبة الحكومة اليمنية التي لا زالت يعترف بها الآن، وحتى تعز تناضل من أجل هذه الشرعية ومن أجل هذا علي عبد الله يعني عبد ربه منصور هادي ومن أجل حكومته. هذه كلها ستظل تحت المساءلة الوطنية والتاريخية والمساءلة حتى الأممية عن مصير تعز. طيب يعني إذا ما تحدثنا عن دور الحكومة الشرعية، ما الذي يجب على الحكومة الشرعية أن تفعله لتعز، يعني خاصة ونحن نشهد ربما صمت أممي عام ومنظمات دولية تقوم بإرسال المساعدات لكن لا تعرف لمن تصل هذه المساعدات. الحكومة الشرعية في عدن، يعني في العاصمة المؤقتة عدن، ما الذي عليها أن تقوم به الآن؟ الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن لم تفعل لعدن شيء. عدن ما زالت إلى الآن يعني متوجسة، يعني الوضع العام لو في يعني كثير نتابع الوضع في عدن متوجس تماما. يعني ما الذي ستعمله؟ هي لم تقف إلا أن تقول أن تعز مدينة منكوبة لا غير، لم يتخطى عن هذه الكلمات أي خطوة أو إجرائية عملية لأبناء تعز. هذا جانب. الجانب الآخر، لم نسمع عن أي محاولة جوية للإغاثة. لماذا قوى التحالف لا ترسل هليكوبترات بالمواد الإغاثية، بالمستلزمات الطبية، بالأسطوانات الأكسجين التي تم عرقلتها في الممرات البرية؟ أين المساعدات الإنسانية من الجو؟ لنفترض يعني نفترض أن هناك ليس يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة مسألة حسم عسكري أو فتح أو فك الحصار عن تعز. لربما سننقل هذه التساؤلات إلى الحكومة الشرعية وممثليها، لكن بحلقة قادمة إن شاء الله من المساء اليمني. إذن رئيسة مؤسسة فكرة للحقوق والإعلام الأستاذة نبيلة سعيد، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، على أن نلقاكم في مساء يمني جديد. دمتم والوطن بكل خير. إلى اللقاء.